شوارع جازان ومناطقها الحدودية تزينت وارتدت حلتها المضاءة لاستقبال رمضان. طوابير وازدحام أمام محلات بيع المواد الغذائية هي إحدى سمات التجهيز لاستقبال شهر الصوم. زحمة شديدة، وأجيت الصباح وبرضو زحمة، وأجيت المغرب وطردوني من المحل عشان الزحمة، والمحاسبين صارت عليهم زحمة شديدة، والحين حصلنا فرصة لكن ما زالت الزحمة مستمرة في السوق، ونسأل الله التوفيق. وفي بعض الأشياء زي الموية، زي حاجات يعني من كثر الناس وكثر الزحمة أكيد الموية بيروح ما بيبقى شيء، هذا معروف. إن كانت جيوب الرجال تنفق وعرباتهم تحمل ما لذ وطاب تجهيزا لموائد شهر تنشط فيه النسوة في ابتكار وتنويع الأطباق ويبقى للأطفال نصيبهم فيما يشتهون. أنا الله قضان حاجات رمضان. مثل شنو؟ يعني التوت، المانجا، تانج، ايوه صوم ان شاء الله. صوم برمضان ان شاء الله. ان شاء الله صوم كله. شو تاكل على الافطار؟ شو اللي تاكل على الافطار؟ اي شيء، مكرونه، اي شيء. يلا. مش التوت. توت، يلا صح. ورغم الحرب الدائرة في جنوب البلاد، إلا أنها لم تلق بظلالها على المواطنين، بل حتى المقيمين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. أنا عن نفسي شغال في مكان تقريبا في الخوبة. عادي خالص، بروح شغل بدوامي عادي وبشتغل عادي، ما فيش أي مشاكل، وبشتري عادي ما فيش أي مشاكل. أصحاب المحل التجارية يقولون إنهم زادوا ساعات العمل ليلا نتيجة زيادة تدفق الزبائن قبيل ساعات من دخول شهر الفضيل. عادل عيدان، العربية، جازان.